وينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي علاء الدين حافظ، الصحفي بجريدة البيان الإماراتية. يعني سيد علاء، لو نبدأ بالحديث عن الدور الإماراتي في تقريب وجهات النظر ومن ثم الوصول إلى هذا الاتفاق بين حفتر والسراج في أبو ظبي. بالتأكيد الدور الإماراتي في الشأن الليبي دور بارز، وأعتقد أن التوجه الإماراتي في الشأن الليبي زيه زي أي توجه ثاني في أي دولة عربية بتعاني من الأزمات. دولة الإمارات بتسعى لبناء دولة المؤسسات، بتسعى لإنهاء حالة التأزم الموجودة في الشأن الليبي، وعلشان كده أو لهذا السبب كان التدخل الإماراتي في محاولة إقماع فرقاء ليبيا، خاصة زي السراج وخليفة حفتر، بضرورة الاجتماع في أبو ظبي لإنهاء حالة التأزم الموجودة في الشأن الليبي. نعم. ويعلم الجميع ان كان في اكثر من محاوله منذ اللقاء الاخير للسراج وحفتر من اجل الاجتماع، ولكنها باءت بالفشل. ونجحت الامارات حقيقه على مدار ال 48 ساعه الاخيره في التوفيق بين الطرفين والاجتماع في ابو ظبي والوصول للاتفاق اللي تم الاعلان عنه النهارده ده في الامم المتحده. نعم، يعني سيد علاء، لو تحدثنا عن المشاركة الأممية في أبو ظبي، يعني كيف أثرت على الوضع، وهل سيكون لها دور ربما في آلية تنفيذ هذا الاتفاق سواء بالمشاركة أو بالمراقبة حتى؟ أنا في تقديري أن النهاردة الاتفاق النهاردة في أكثر من نقطة من نقطة مضيئة. نعم. يمكن تأسيس عليها لبداية مرحلة جديدة في الشأن الليبي. أولا أن النهاردة الإعلان أو الاجتماع اللي تم على مدار 48 ساعة كان برعاية الأمم المتحدة، واعتقد النهارده اول من بادر بالاعلان عن الوصول لاتفاق هي الامم المتحده، وده بيدي ثقه للاتفاق عكس الاتفاقات السابقه التي كانت تتم بين اطراف فرديه. النقطه الثانيه المضيئه ان هو الاتفاق بدا في دوله عربيه هي الامارات. الامارات ليس لها ناقه او جمل في الشان الليبي سوى عوده دوله المؤسسات ووقف حاله الاقتتال الموجوده بين قوات حكومه الوفاق والجيش الوطني. نعم. النقطة الأخرى المضيئة أيضا برضو إن هي الاتفاق النهاردة حول الأزمة كلها من 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 المعارك الدائرة في ليبيا إلى طاولة المفاوضات. نعم. وده في حد ذاته وقف النزيف الدمي اللي موجود في ليبيا على مدار الفترة اللي فاتت. نعم، من أبو ظبي علاء الدين حافظ، الصحفي بجريدة البيان الإماراتية، شكرا جزيلا لك.